كان ابن عبده لازم اليوم اذاكر مختارها وحدة يمن الابيه. كان الامام قاسي على الشعب عاصر وفي غزاة الشعب شوكاه قويه. لو ظل قاسي ما خسرنا خسائر واستعلمون صعده عن البندقيه. جاء غيره الحمدي يهدي سيف شاضر ما تحسروه الا قذوف المنيه. يكفي فعلا حب شعبه بصاير تاريخ جنب الصفحه الحميريه. جاء بعدها الصالح وقلت ويغادر من بعد ما قد طمس الشعب غير. كلمات الشاعر عبد الله عبده التام من اهالي القضاضه قبيله الحداء، وهذه القصيده ارسلها من المملكه العربيه السعوديه تحكي عن وضع اليمن، مرسله لاخ ابو مازن ياسين علي ناصر القادري. يلحنها فايز ابو شمس، يعزفها ابو خليل عبد الفرحان وايقحها زبيد عبد الفرحان. تسجيلات الفايز ابو شمس دمار خط الحداء جوار مبنى المحافظه محطه الورق. الحمد لك والشكر ما نست عواصر وصبحت بالسيل خضر ضرية. رسك الصلاة تغشى النبي خير طاهر، صلوا على المختار خير البرية. الشعب شوكه قويه، لو ظل قاسي ما خسرنا خسائر واستعلموا صعدها على البندقيه. شعبه بصاير تاريخ جنب الصفحه الحميريه. جاء بعدها الصالح وقلت ويبادر من بعد ما قد طمس الشعب ضيه. 20 سنه يا صالح الشعب ساير وهو يهز الجنديه في يديه. كنت شعبك يا علي يا عبية، واليوم جاء الهادي بحكمة مغامر فيان سوداء والفتن طائفية. يالله تجنب هالفتن والمخاطر يعزنا نعز ربي نبي. شكله انه جاء على الشعب غاير، شدي لباسه يا الله انك تحيه. احزابنا راس البلاء والعناصر من دخلونا كل عوجة وليه. ان اتبعنا منهم من نشاور وان استخرت ما لحد اي نيه. ان
عيني ما بين الأحزاب ينسي الحرب تاير ما بين الأحزاب ينسي الحرب تاير يتراجموا وإحنا الضحى والضحية القاعدة تتهر لي عن ردن ياسر القاعدة تتهر لي عن ردن ياسر والحوثية ثواتها الكربلية لا يرفع الحوثي علينا المخاطر وإحنا اليمن ما نقبل الرافضية ويشرب نقيه
وازكى صلاتي للنبي خير طاهر. صلوا على المختار خير البرية، صلوا على المختار خير البرية. للتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 771-69-4090 أو 711-115-490.